السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوعين اتنين هنتكلم عنهم في فيديو النهاردة. الموضوع الأول، في حد بيقول أو حد كان سألني، في صديق يعني بيقول لي إن يعني كان آخد فكرة إن التربية في السلكات الموضوع صعب وإنه لقاها سهلة. إحنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، لكن هنتكلم عنه النهاردة بطريقة تانية. الموضوع الثاني، معلومة خاطئة منتشرة بين الناس عن الحمام اللحم السلفر، وهنتكلم عنها والله يسامحهم اللي نشروا من المعلومة الخاطئة دي، تمام؟ لكن هنبدأ في البداية بموضوع التربية في السلكات، التربية في السلكات ولا التربية السايب عملناها قبل كده. يعني أولا هنتكلم عن الحمام اللحم في سلكات ولا، أو عموما الحمام إنتاجه أفضل في سلكات ولا على السايب. في رأيي أنا ومعن تجربتي إن بالنسبة للحمام اللاحم حتى كمان الزاجل في التربية في سلاكة الإنتاج بيكون أفضل. الكلام ده له أسباب كتير هنتكلم عنها واحدة واحدة. ليه هيكون إنتاجه أفضل في السلاكة؟ لأن الحمام في السلاكة هيكون متفرغ، مفيش وراه حاجة لا لعب ولا أي حاجة زي الحمام السايب. خاصة الحمام اللحم بيكون عدواني أكتر في التربية السايب، لكن دي طبعا شباب، إنما يعني إيه اللي بيتجوز أو اللي بيدخل في مرحلة الإنتاج بسكنه في السلكات زي ما حضراتكم عارفين. لكنه لو هو سايب كده هتلاقي معارك كتير بين الذكور على العشوش أو من غير أي سبب، أهو زي ما أنت شايف كده تلاقي دايما بيضربوا بعض كده. فطبعا أنت بتكتفي شرهم في إنك أنت تحط كل جزء كده في السلاكة زي ما حضرتك شايف بالشكل ده. لما يكون كل قص في السلكة كده بيكون مركز أكتر في الإنتاج وبس وتأكيل الزغاليل. طب تعالى هنشوف القص اللي معانا فوق ده. بسم الله ما شاء الله يا جماعة الزغاليل. طبعا هقول لك برضو الأسباب اللي وصلت الزغاليل والإنتاج للحاجة دي للمستوى ده. طبعا هي زغاليل لسه صغيرة والأهالي بتحضر لعيش فوق اهو. الحمام لما بيكون في السلاكة بيكون مفيش عنده وقت للعب، يعني يا إما بياكل ويأكل الزغاليل أو رائد على البيض أو رائد على الزغاليل أو متفرغ للتزاوج، مفيش أي حاجة تعطله عن الإنتاج. لا معارك ولا كده ولا كده، هو متفرغ فقط للبيض وللزغاليل ورعايتهم يعني. يبقى الحمام هيأكل زغاليله في السلاكة أفضل، يبقى هتاخد حجم زغاليل أكبر من الزغاليل في السايب، تمام كده؟ طيب حاجة كمان، هيكون نسبة البيض المخصب أعلى من التربية سايب. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك لما ذكر بيحب يتزوج، وكلنا بنشوف دي في التربية السايب، لما ذكر يجي يطلع على النتاية في التربية السايب بتلاقي الذكور بتجري عليه وتضربه وتوقعه من على النتاية فما بيعطوش الفرصة، لكن في السلكة بيكون براحته زي هنا كده، الذكر اهوت والنتاية أخدين مكانهم يتزوجوا براحتهم، زغاليلهم تحت هم بيحضروا العيش فوق، فمن هنا في السلاكة بيكون مركز أكتر، تمام كده؟ لكن مهم جدا يا جماعة إن ما يكونش حجم السلاكة صغير، يعني ما تجيبش سلاكة أقل من 60 في 60. هي 50 في 50 ممكن تنفع، لكن بيكون فيها مضايقة للحمام أكتر، ممكن يطلع منها بيض فارغ، لكن خليها 60 في 60 خاصة لو الحمام لحم، تمام؟ كمان لو أنت هتحط 2 طاجن للحمام زي كده، يبقى طاجن تحت وطاجن فوق ممتازة اللي هي برف داخلي، ولو هي مش برف داخلي لو 60 في 60 هينفع تحط الـ2 طاجن جنب بعض برضه. في كمان حد بيقول ان هي كانت متعبة قوي بالنسبة له في تأكيل الحمام. لا بالعكس، ده هي انت بترفع الأكالة وتأكل بسرعة في ثواني، هتبص تلاقيك أكلت لو عندك مثلا 50 عين للحمام هتأكلهم مثلا في 10 دقايق بسرعة بكوباية، تكون معاير العيار بتاعك وهتأكل بسرعة، تحط الكمية اللي انت عارفها على طول بسرعة. ولو انت مشغل السقال اوتوماتيك، طبعا انا كنت لغيها لسبب، انا كنت لغيها لانها كانت متعبة جدا بالنسبة للأدوية، كنت لغيها بالنسبة للأدوية كانت متعبة. الخراطيم بتاعتها هيت لسه موجودة، ان شاء الله ممكن نركبهم تاني، وانا الموضوع اتحل بالنسبة لي وهقول لك اتحل ازاي. لما بدأت استخدم الأدوية دي يا جماعة، الأدوية دي ما بتسيبش أثر في المية إن هي ممكن تسد الخراطيم دي أو إن هي تليس في الجردل، الأدوية دي بتدوب تماما في المية. فعشان كده هبدأ إن شاء الله أحاول إن أنا أرجع الخراطيم دي. الدواء
بيدوب في المية وكأن المية ما فيش فيها أي دواء الأنواع دي. وإن شاء الله النتيجة فعالة جدا، وأنا جربتها. شوف الإدراك دي، الإدراك بقت ناشفة جدا. اللي برضو حد كان قال لي التنظيف بيكون صعب، التنظيف بيكون صعب لما يكون في الحمام عامل إسهالات، لكن مع الأدوية اللي هي بتاعت شركة الأهرام دي بسم الله ما شاء الله، زي ما شايف هنا كده الدرج ده أنا بقالي أكتر من أسبوع ما نظفتوش. وهقول لك كمان على حاجة تعملها، السكينة دي سكينة معجون، بس مش سكينة معجون. هو انت ممكن تجيب سكينة معجون من اللي بيشتغل بها النقاشين، لكن دي سكينة حلويات ما بتصديش، وفي نفس الوقت بتكون حامية من هنا، دي اللي بيقطعوا بها الحلويات، تمام؟ فهي اهو التنظيف بيكون بالنسبة لها كده خلاص، مفيش في حاجة اهو، مفيش، سهل جدا 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 خلاص كده. اللي بيقول اللي هي تنظيفها صعب، صعب لما بيكون في اسهالات، بتكون محتاجه غسيل او حاجات زي كده، لكن بالنسبه لي فهي سهله جدا. يكون معاك سكينه المعجون كده وتروح لاممهم كلهم، اسهل من تنظيفك للارض. وطبعا زي ما قلت لك انت لو مركب السقايات هيكون اسهل ما ترسل كل يوم تغسل المسائي دي. انا غيرت النظام المسائي الفخار دي لما كنت بشتغل بالادويه الثانيه، لما اشتغلت باندكلوستو فيروس توب، ادي الميه فيها الدواء، مش هتلاقي فيها، مش هتلاحظ فيها اي دواء، مفيش أدوية بتركز زي الأنواع اللي هي الأدوية المركبة، خاصة الأدوية البشري إن تلاقيها ركزت في المية، لكن دي ما بتركز في المية يا جماعة، هي والمية جزء واحد أهو، كأنك مفيش فيها أي أدوية. يبقى لو حطيتها في الخرطوم مش هتعمل أي حاجة، أتوكل على الله وركب الخراطيم واشتغل بالسقايات اللي هي الأوتوماتيك. هل تربية السلكات مفيش فيها عيوب؟ لا، برضه ممكن يقابلك فيها عيوب. من عيوبها ان انت ممكن تلاقي ذكر وانتايه طبعهم وحش، ممكن تلاقي ذكر وانتايه الاثنين عايزين يرقدهم في وقت واحد، الذكر عايز يزق النتايه يخرجها، والنتايه عايزه تدق تزق الذكر تخرجه، كل واحد عايز يرقد ويسيب الثاني يخرجه بره الطاجن. طيب ده بيعمل ايه بقى؟ ده هم بيعملوا من الموضوع ده ممكن يكسروا من البيت. اتكلمت عنها قبل كده ان انا كنت بنزل الذكر وبدل ما بينهم هما الاثنين، اخرج ده شويه وادخل ده شويه وقت ما بطلع يعني. وقلت لك قبل كده ان الذكر بيرقد 4 ساعات في اليوم بس، فكفايه عليه انك تدخله 4 ساعات في السلاكه وتخرجه تاني. الموضوع ده كان حلل المشكله دي بشكل كبير جدا. طبعا كمان لو القص تقيل ممكن يكسر البيض في التربيه اللي هي في سلاكات، لو القص تقيل بيكسر البيض، فطبعا برضو بنعمل معاه الحكايه دي ان احنا بنحاول نخرج الذكر ونسيب النتايه بس، او نسيب الذكر ونخرج النتايه زي ما قلت لك عليها في فيديو قبل كده، او اننا ممكن نخلف الذكر من النتايه، يعني نجيب الذكر ده نجوزه نتايه ثانيه والنتايه نجوزها ذكر ثاني. لو بيعملوا من الموضوع ده بيكسروا البيض، ده برضو بتقابلنا في التربيه في سلكات. بنحاول ان احنا نتوسع في السلفر، بنجوز من الشباب اللي هم اولاد القص اللي احنا قلنا لكم عليه، ان شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله. هنا كمان ان شاء الله اللحم السلفر، يا رب ان شاء الله كده بس يبارك ان شاء الله. شايف اهي المشكله اللي لسه بقول لك عليها، الاثنين تلاقيهم عايزين يرقدهم مع بعض، لكن مش بالغباء، ساعات تلاقي المشكله دي بس بغباء، تلاقي الاثنين بيضربوا في بعض لحد ما يكسروا البيض. الميزه اللي عايز اقول لك عليها مهمه جدا في التربيه في سلكات، وهي ان انت لو في فرد مريض، انت لقيت مثلا لا قدر الله في فرد حمام تعبان، هتقدر تعالجه فرداني، يعني فرد تعبان هتقدر لو هتديله في الفم هتقدر تحط له نص سنتي اندكلوستي مثلا مده 5 ايام، تمام؟ او هتعطيه فيروس توب مثلا، او هتحط في المسقه بتاعتهم، او هتكلم المهندس اسامه حسين يقول لك تعالجهم فرد ازاي. افضل من ان انت في التربيه السايب كده، لو مربي سايب كده الحمام مش هتعرف الفرد المريض فين الا اذا مسكته وعزلته، وعلى ما تعرف الفرد المريض هيكون عدا باقي الحمام. ففي الحالات اللي هي زي كده في التربيه السايب لازم تعطي الحمام كله، لكن في السلكات كده الفرد المريض مش هيلحق ينقل العدوى، تمام كده؟ يبقى في السلكة المرض مش هينتشر، وفي نفس الوقت تقدر تعالج فردي الفرد المريض بس، وفي نفس الوقت ان هو معزول مش هينقل المرض لأي حاجة، رغم ان انا افضل انك تخرج الفرد المريض بره بعيد جدا عن الحمام يكون افضل. يعني ميزة كمان في تربية الحمام في سلكة انك انت مش هتلاقي المنظر ده، منظر زي ده. طبعا ده ذكر شاب لاحم لاف على انتاز عاجل، انا هلحقه بسرعه احبسه
لان انا ما بحبش الكلام ده، ما بحبش موضوع التهجين بين الزاجل وبين اللحم. هيقول لك ده بيطلع لحم سيلفر، لا طبعا يا جماعه، معلومه خاطئه تماما. ده هيبقى اسمه بزراميت. اللي يقول لك ان اتكلمنا على الموضوع ده في بدايه الفيديو، اللي قال لك المعلومات الخاطئه اللي انتشرت بين المصريين ان اللحم السيلفر مش لحم. لا يا جماعه، اللحم السيلفر نوع لحم اصلي بيور. الشركه الفرنسيه انتجت نوع حمام لحم سيلفر بيور جاي من الشركه، وجاي مختوم كمان بختم الشركه الفرنسيه. ولو هتحب تجيبه دلوقتي القصه هتجيبه بختم الشركه بحوالي 18,000 جنيه. فاللي انت شايفه ده هيطلع بزراميت. فانا طبعا هلحق الدكر ده بسرعه، والنتايه دي اشوف لها دكر من نوعها انا محتاجها، هجوزها دكر زيها بالظبط عندي. لكن في التربية السايب كده ما بتقدرش تتحكم. فعشان كده ان انا اخد الدكر اللاحم ده اجوزه لنتاية ابيض زيه، والنتاية الزاجل دي محتاجها انها اجوزها لدكر زاجل زيها من نفس الصنف. اطلع لي زاجل محترم ولاحم محترم اعرف ابيعه سلالة اصلية، مش تقول لي ان هو زاجل مع لاحم بالشكل ده ان هم هيطلعوا لحم سيلفر. لا مفيش الكلام ده يا جماعه، ده ما يبقاش لحم من اساسه. لذلك ان انا لما قلت لك في بدايه الفيديو هقول لك على معلومه خاطئه، ربنا بعت لنا المنظر اللي انت شفته دلوقتي ده. وشفنا في نفس الوقت الذكر لما هو حب يطلع على النتايه جاله اللي ايه اللي يضربه، المشكله اللي قلت لك عليها في بدايه الفيديو. فاللي هو طلع احسن ان هو ما طلعش، لان احنا مش عايزين التزاوج ده. ده يا جماعة اللحم السلفر البيور اللي هو سلفر أساسي، مش ذكر لحم أبيض أو نتاية لحم أبيض مع ذكر زاجل إزازي أو سلفر، مفيش الكلام ده. يقول لك هات ذكر من ده من ده تجوزه لنتاية لحم زي اللي جنبه دي أبيض، يقوموا يطلعهم لحم سلفر. لا يا جماعة، ده يبقى اسمه بزراميت، ما يكونش لحم سلفر. اللحم السلفر ده، ده اللحم اللي هو جاي من الكويت من الأستاذ هاني الغالي اللي احنا بنعمل منه سلالة، ربنا يبارك له إن شاء الله. ده اللي هو جاي من الكويت، والكويت أصلا إخواننا الكويتة مستوردينه من فرنسا. هتعرفه إزاي؟ ده لو متزاوج مع حمام زاجل هتعرفه إزاي؟ ده شكل منقار، أو أقول لك عظم زي ما بيقولوا بتوع الحمام، لكن طبعا احنا بنكلم ناس كتير في الدول العربية ما يعرفش اللغة بتاعتنا. ده شكل منقار اللحم السلفر البيور، مش شكل من قار الزاجل. الزاجل معروف، راس الحمامة الزاجل مع عظمها بتاع المنقار بيكون معروف، مش زي ده. ده بيكون نفس المنقار ده هو اللي موجود في اللحم الابيض بالظبط. اهو شايف شكل راس الحمامة اللحم السلفر ده، شكل راس الحمامة وشكل منقارها وشكل عينها اهو، ملهاش علاقة بالزاجل نهائي. معلش بقى انا مش عارف امسك الحمامة وانا بصور لوحدي اهو. زائد ان لون الحمامة، لو شفنا لون الحمامة مش السلفر اللي هو او الازازي، الزاجل الازازي، شوف مايل على الاحمر كده، تشوف صدر الحمامة تحس ان هو احمر، شايف مدي على الاحمر تمام. هتلاقي من الجناحين السلفر فعلا، الحمامة اتبهدل من مسكتي له طبعا، ومن صدرها مايل على الاحمر كده، بقت انعكاسات بالاخضر. هو ده شكل يا جماعه الحمام السلفر البيور اللي هو وارد الكويت، اللي هو اساسي من الحمام السلفر الفرنسي اللي بختم الشركه الفرنسيه. طبعا اخواننا في الكويت هم اللي بيستوردوا اسهل بكتير مننا، فهم في كل سنه بيدخلوا السلاله الجديده اللي بتعملها الشركه الفرنسيه، لكن بالنسبه لنا صعب طبعا. دي المعلومة اللي كنت عايز اقول لك عليها. مفيش حاجة اسمها تجوز ذكر زاجل لنتاية لاحم يديك سلفر. اللاحم السلفر لاحم سلفر جاي من فرنسا. لكن في ناس كتير عملت السلالة دي في مصر ونشرت الكلام ده. مفيش ده يا جماعة، مش لاحم اساسا. اللي انت بتعمله ده مش لاحم اساسا. بس كده، ده كان موضوع فيديو النهاردة. اعجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.